ده تقرير اللي عايز التقرير موجود. التقرير محدش لسه نشر، محدش لسه يعرف، لكن احنا لان احنا متابعين القضيه من اليوم الاول بنقول ان قطر بتمول الارهاب. قطر ضالعه فيما يجري في المنطقه، قطر متهمه بشكل واضح، وهذا التقرير انا مش هقول ده تقرير للنائب العام في مصر، لا، انا اقول ده تقرير لمجلس التعاون الخليجي. هذا التقرير للاخوه الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي. هذه هي دويلة قطر، هذا هو الدعم القطري للإرهاب، هذه هي الأسماء الموجودة ليست من قبل الأجهزة في مصر وإنما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هذه هي قطر، وهذا هو فعل دويلة قطر، وهذا هو فعل أمير قطر. الناس بتتكلم أنتوا عمالين بتشتموا في قطر وأمير قطر وهناك من يحرك قطر. نعم، قطر تمثل نهاية طرفية لأجهزة الاستخبارات الأجنبية، خاصة أجهزة الاستخبارات البريطانية. بريطانيا لمن لا يعلم هي التي أسست وأنشأت ودعمت جماعة الإخوان المسلمين في مطلع إنشاء الجماعة في عهد حسن البنا ب $500 كما نعلم جميعا في الإسماعيلية. بالتالي المخابرات البريطانية هي التي قسمت فلسطين، المخابرات البريطانية هي التي قامت بوعد بلفور، المخابرات البريطانية هي التي قامت ب تقسيم المنطقة في الشام إلى دويلات وفي فلسطين، وقامت المخابرات البريطانية لها الفعل الأسود الذي نكبت به هذه المنطقة من 1916 وحتى الآن. بتعود مرة أخرى المخابرات البريطانية بشكل واضح، وأنا أستدعي الاتهام الذي قاله المندوب الروسي في الأمم المتحدة في مجلس الأمن للمندوب البريطاني، قال له: أنتم من تدعمون الإرهاب، أنتم من تصنعون الإرهاب، أنتم من صنعتم وأنشأتم ودعمتم داعش والنصرة، أنتم مسؤولون عن تفجير الكنائس، أنتم من تقومون بتفخيخ وتجهيز الانتحاريين. ده كان موجود ما بين منبذة وملاسنة ومكايدة بين المندوب الروسي والمندوب البريطاني. إحنا بنطلب السفارة البريطانية في مصر بتوضيح وان هي تصدر بيان توضح فيه هذه الاتهامات، وهل هذه الاتهامات بتنعكس على ما جرى في مصر مؤخرا. احنا بنسال بشكل واضح، احنا لا نتهم احد، وانما لدينا علامات استفهام على فعل المخابرات واجهزه الاستخبارات البريطانيه. كان هناك ايادي ربما واقاويل وشبهات وعلامات استفهام واضحه حول أداء أجهزة الاستخبارات البريطانية أثناء سقوط الطائرة الروسية في مصر، أثناء زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدول الأوروبية. بالتأكيد الأجهزة في مصر على دراية كاملة بكل ما يجري، وبالتأكيد الأجهزة لديها عنوان عريض ليس كل ما يعرف يقال، وبالتأكيد الأجهزة أيضا لديها فقه المصالح المرسلة والأرض الواقع. لكننا في الإعلام نحاول أن ننير الطريق، نفضح الإرهاب ونفضح مموليه ونفضح داعميه دون هوادة، لأن القضية قضية وطن وقضية بقاء وطن. عندما تحدثنا من قبل عن قطر تحدثنا وقلنا سوف يأتي اليوم الذي نفضح فيه قطر. هذا هو اليوم الذي فضحنا فيه قطر بالأسماء، بالأرقام، بالتقارير، بالوثائق التي لا يمكن أحد أن ينكر هذه الوثائق وهذه الأسماء. هذا بلاغ إلى مجلس التعاون الخليجي، هذا بلاغ إلى الضمير الحي لدى الأشقاء في دول الخليج. هذا هو فعل قطر، وهذا هو أمير قطر، وهذا هو ممارسات قطر على الأرض. في كل الأحوال الشعب المصري بيعي ما يجري، والدولة المصرية بتعي ما يجري، لكن ربما هناك حسابات أخرى حفاظا على الأخوة بين مصر وبين شقيقاتها العربيات. وفي كل الأحوال كما قلت مسبقا، قطر فقاعة في عمر التاريخ غير مذكورة، ليس لها وزن، ليس لها أساس، ليس لها تاريخ، ليست متجزرة، تحاول أن تصنع اسما، لكن للأسف الشديد هناك من يحرك قطر بالريموت كنترول. المخابرات، أجهزة الاستخبارات الصهيونية والإنجليزية والأمريكية بتحرك قطر. وقطر، أمير قطر عندما ذهبت والدته إلى السودان حدث برود وحدث توتر في العلاقات المصرية السودانية بينعكس إعلاميا. نحن هنا نحاول أن نضبط إيقاع التصريحات ونقول بأن الأخوة باقية بصرف النظر عن القادة في أي دولة،
لكن هناك من سمم وحاول أن يسمم هذه العلاقات بعد زيارة والدة الأمير تميم إلى السودان، حدث فتور وحدث توتر وحدث محاولة لقراءة قراءات خاطئة. السودان كانت تسأل وتتهم مصر بأنها هي التي صوتت ضد السودان في مجلس الأمن لتمديد العقوبات على السودان. لم يحدث قولا واحدا. الخارجية المصرية أكدت أنه لم يحدث أن صوتت مصر على تمديد العقوبات على السودان قولا واحدا ودون نقاش. وإذا أراد الإخوة في السودان أن يتأكدوا من هذا، هناك طرق دبلوماسية، ويوم الخميس القادم سوف يذهب سامح شكري وزير خارجية السوداني. هناك من يعبث في علاقات مصر مع السودان، هناك من يعبث في علاقات مصر مع أثيوبيا. الأمير تميم راح أثيوبيا ومن كينيا لجنوب أفريقيا، يحاول أن يعبث في الأمن القومي المصري بشكل غير مباشر عن طريق دعم فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية المدعوم والمصنع من قبل الغرب. بالتالي قطر مرة أخرى وربما تكون مرة أخيرة، إنه الجميع عليه أن يعرف حدود فعل قطر داخل الأمن القومي المصري. مرة أخرى هناك سؤال لا يرقى إلى درجة الاتهام، وإنما سؤال عما تم نشره وعما سمعناه وعما رأيناه من اتهام روسيا لبريطانيا عن ممارسات بريطانية داعمة للإرهاب. فهمي سياسيا أن بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي تحاول أن تبحث مرة أخرى عن موضع قدم وسط القوى العظمى، تحاول مرة أخرى بريطانيا أن تكون الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، تحاول بريطانيا مرة أخرى أن تكون لها أصابع ممتدة في كل دول العالم. هل تكون هذه الأصابع وهذه الحضارة مرة أخرى وهذه القوة بأدوات إرهابية بتصنيع إرهابيين وتوزيعهم في مناطق معينة؟ أنا أتصور أنه بريطانيا بتحتضن أفاعي إرهابية داخل الأراضي البريطانية، بتربي أفاعي داخل الأراضي البريطانية، سوف تكتوي بنار هذا الإرهاب. قلنا هذا مرارا وتكرارا وبنعيده مرة أخرى، لن تنجح دولة أن تنجو من الإرهاب إذا قامت باحتضان هذه العناصر الإرهابية. بريطانيا بتحتضن إرهابيين، قطر بتحتضن إرهابيين، تركيا بتحتضن إرهابيين، وقولا واحدا والتاريخ لن يرحم كل هؤلاء.